أهلا بحضراتكم. علاقة المصريين بالنيل علاقة حياة أو موت، من أيام جدودنا القدماء المصريين وإحنا بنحترمه وبنقدسه. علشان كده كان في 7 مقاييس للنيل. أول واحد فيهم اتبنى من 7000 سنة وكان موجود في أسوان، وعلى جدرانه اللي لسه موجودة لحد النهاردة علامات بتحدد مقياس النيل، واللي على أساسها بتتفرد الضرائب على المزروعات أو بتتلغي خالص. وده لأنه كان الوسيلة الوحيدة اللي من خلالها نقدر نحدد مستوى المعيشة الحقيقي للمزارعين. الحكاية دي فضلت شغالة في مصر لحد ما اتبنى السد العالي، وقتها اتحول أشهر مقياس للنيل في مانيا للروضة، واللي اتبنى من 12 قرن كأثر تاريخي. واسمع مني أصل الحكاية. مقياس النيل هتلاقيه جنب مسجد قايتباي وقصر المانستيرلي ومسجد حسن المانستيرلي ومتحف أم كلثوم في المانيا. مقياس النيل اتبنى من 1162 سنة، تحديداً سنة 861 ميلادياً، بفرمان من الخليفة العباسي المتوكل، وأشرف على عملية البناء المهندس وعالم الرياضيات أحمد الفرغاني. وحتلاقي له تمثال في مدخل المقياس موجود لحد النهاردة. المقياس من الداخل تحفة معمارية، قاعة مربعة طول كل ضلع 8 متر، في وسطها بير طوله 6 متر، عمقه 12 متر، وفي وسط البير هتلاقي عمود طويل مصنوع من الرخام طوله 19 ذراع، ودي وحدة القياس اللي كانت معتمدة وقتها. اشمعنى 19؟ هقولك ببساطة لأن ده أكبر من المنسوب الطبيعي لنهر النيل، واللي المفروض يبقى 16 ذراع، فلو زاد يبقى فيه فيضان وتتلغي الضريبة على المحاصيل الزراعية لأن المزروعات هتتأثر. طيب لو كان المنسوب أقل من 16 يبقى برضو تتلغي، لأن ده معناه جفاف للنيل. قاعدة العمود نفسها بتأكد عبقرية بناء المقياس، لأن المهندس أحمد الفرغاني صمم القاعدة من شجر الجميز علشان تقدر تمتص الاهتزازات الأرضية ومش هتتأثر بالمية، لأن طبيعة شجر الجميز إنه بيمتص المية. عملية البناء نفسها على شكل دائري، الهدف منها امتصاص قوة المية اللي هتندفع في المقياس واللي ممكن تكسر عمود القياس أو تؤثر على الجدران، وكان الشكل الدائري هو الأنسب لامتصاص القوة دي. هنا بقى حد هيسألني أوصل للبير إزاي؟ علشان توصل للبير لازم تنزل سلم مصنوع من الحجر، ولازم تحافظ على نفسك وتمشي جنب الحيط، لأن السلم ملهوش مسند خشب، وبمجرد فتح باب البير هتكتشف إن البير مكون من 3 مستويات. يعني ببساطة البير له 3 فتحات فوق بعض، وعلشان توصل للقاع محتاج تنزل 37 درجة سلم تانية. طبعا كل مستوى له فتحة خاصة بتوصل للبير بمية النيل. هتلاحظ كمان إن في المستوى التاني المساحة بتبدأ تضيق، وفي المستوى التالت الدائري والأصغر له 8 درجات صغيرة للنزول. هتشوف بنفسك القاعدة العبقرية المصنوعة من شجر الجميز. لما توصل قاع البير أنصحك تبص لفوق علشان تشوف جمال القبة المزخرفة برسوم وألوان زاهية، وعليها رسومات جميلة للنباتات، لأن اجتماع النبات مع المية يعني الحياة وجمالها. واسمع مني، مقياس النيل تحفة معمارية، صحيح العمل بيتوقف من ساعة بناء السد العالي، لكن هيفضل أثر مهم ودليل قوي على احترام المصريين للنيل وحبهم ليه وارتباط حياتهم كلها بميته. بشكر حضراتكم، واسمع مني داليا الخطيب. هيبقى في أفراح كتيرة في كل حتة، في عمار شعب شغل للنهار، يلا سمي يلا نمي فوق في الحديد، لا ما عندناش حاجة مستحيل.